لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين لا يجدون إلا جهدهم فأسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس في قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال: جاء عبد الرحمن ابن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. عن ابن عباس قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يلدون إلا لهدهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بمن من تمر، المن مكيال، فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات. الجرير الحبل، وأراد أنه كان يسقي الماء بالحبل أجيرا يعني عند غيره رضي الله عنه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: والله إن الله ورسوله وقالوا والله إن الله ورسوله لا غنيان عن هذا، وما يصنعان بصاعك هذا من شيء. ثم إن عبد الرحمن ابن عوف رجل من قريش من بني زهرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي من أحد من أهل هذه الصدقات؟ فقال: لا. فقال عبد الرحمن ابن عوف: إن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر: أمجنون أنت؟ فقال: ليس بي جنون. قال: فعلمنا ما قلت. قال: نعم، مالي 8000. 8000 دينار، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وكره المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا.
فأنزل الله عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال الله في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عن مجاهد في قول الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بصدقة ماله 4000، أربعة آلاف دينار دول يعملوا 4 كيلو وربع ذهب، 24. قال: فلمزه المنافقون وقالوا راءى، والذين لا يلدون إلا جهدهم. قال: رجل من الأنصار آجر نفسه بصاع من تمر لم يكن له غيره، فجاء به فلمزوه، وقالوا: كان الله غنيا عن صاع هذا. وذكر طريقين عن مجاهد نحو ما مضى. عن قتادة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال: أقبل عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله فتقرب به إلى الله رضي الله عنه، فلمزه المنافقون فقالوا: ما أعطى ذلك إلا رياء وسمعة. فأقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له حبحاب أبو عقيل، فقال: يا نبي الله، بت أجر الجرير على صاعين من تمر، أما صاع فأمسكته لأهلي، وأما صاع فها هو ذا. فقال المنافقون: والله إن الله ورسوله لا غنيان عن هذا. فأنزل الله في ذلك القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. عبد الرحمن هو المتطوع، والذين لا يجدون إلا جهدهم الرجل الأنصاري من فقراء المسلمين الذي ظل يتكسب طول الليل بجر الحبل يسقي ماء، رضي الله تعالى عنه. عن قتادة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله، وكان ماله 8000 دينار، فتصدق 4000 دينار. فقال ناس من المنافقين: إن عبد الرحمن ابن عوف لعظيم الرياء. فقال الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وكان لرجل صاعين وكان لرجل صاعان من تمر، فجاء بأحدهما فقال ناس من المنافقين: إن كان الله عن صاع هذا لغنيا. فكان المنافقون يطعنون عليهم ويسخرون بهم، فقال الله: والذين لا يلدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عن عمر ابن أبي سلمة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن عندي 4000، إن عندي 4000، 2000 أقرضهما الله و2000 ليالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. فقال رجل من الأنصار وإن عندي صاعين من تمر. صاعا لربي وصاعا لعيالي. فنماذا المنافقون وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، وقالوا أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا. فأنزل الله يلمزون المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المبتغون البراء العيب لن يعدموا تهمة يتهمون بها الناس على أي الأحوال، في القليل يقول يسخرون وفي الكثير يقولون رياء، وهذا لا يخلو منه حال مؤمن ولا يخلو منه زمن. ونوعية المنافقين هي نوعية المنافقين، نعوذ بالله من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.